هذه هي الدار صاحبي، انا اخسر ديما كيك ربي سبحانه. نمشي نمشي المرجل باش نقول لها، قلت لها راني كرني وفاء عملت هكا، نوريك الكرني زاد كيفاش عملت. انا وليت نلول حتى مول الدار وليت نحشم منه، طالب من نداء معنا يجي يحاونوني وبرا، ما عنديش حتى باش نتعشى شنو ناكل هكا. كانت تشوف الماكله، صرت بعت كيلو الحوت ب 300 فرنك ب 500، 4 كيلو سردينه بل. نحب اني نبدا خويا مستور وقاعد معني بشيء، لا بشهريه لا بحاكم لا بدوله لا ما انا ما فهمتش وين مش نمشي. نجم نحرق يعني، ما نجمش نحرق يعني، كان حاشي بالحرقه راني حرقت. من قلب المدينه العتيقه من سوسه، حسين انت انسان مناضل، اب الطفلين، زوجتك متوفي ربي يرحمها، وما زلت تناضل تقريبا من 9 سنين وكل يوم في نفس الرحلة، نفس الريتم نفس المرحلة ذي. صح، اسمي حسين، نسكن في سوسة، فهمت، عندي زوز وليدات، مرتي متوفية، أصحاب نحب نوصل نداء ذي لأصحاب الخير والناس اللي يرفقوا بالعباد وربي يرفق بينا، أو فين نسكن معناها فين نعيش. عندي زوز وليدات، واحد معرس واحد في الحبس ربي يخلص واحد قريب يروح معناها مازالو أشهر، وتو هاني صابر والحمد لله يا ربي. ما عنديش حتى باش نتعشى شنو ناكل هكا، كانت تشوف الماكله تشوف الجو تشوف الدار تتفرج، ما مخبي شيء معناها، لا لا على العباد لا على ربي لا على اللي معايا اصلا. وخويا وفي الخير ربي ان شاء الله يخربوا خويا. انت تعيش تقريبا في دار اصغر من حانوت معناها. نزيدوا نوريكم كيفاش تشوفوا، شوف ادخل شوف ايش شوف رد بقطو شوف ايش شوف ايش تفرج معناها. شنو هذا؟ تعيش تقريبا في دار قلت لك المساحه صغيره جدا. المساحه صغيره هذه بلاصه تيجيش بحذايا او حايد يقعد شويه ولا حاجه، وديما فارغ البلايصه، راني نرقد وحدي نفرش نرقد، طيب نسيب الكتب ساعات ناكل ونرقد هكا. ما عندي معنى، ما نعرفش الشكوى لربي، ما نجمش مخنوق اصلا، ما نجمش شو نقول لك شنو انك تشوف هات تبديلات تشيق بالضحك باش كيفاش هاي هكا هذايا معنى كل حاجه لهنا. تفضل هات هذا معنى، ما عندوش انسان هاي تفضل تقول عليه الواحد عايش معنى مش هكاك يا صاحبي العزيز. ها أو حتى جريري مصلي على النبي بالمشط، وماش حتى جريري معنى ما عندكش علاش حتى باش ترقد باش تفرش باش. هذه هي الدار صاحبي، انا اخسر ديما كيك ربي سبحانه، 5 سنين 6 سنين الواحد عايش دار اي للسقوط. هادي تفرج عليها الدار صاحبي تشوف، والله العظيم ربي ان شاء الله مولاها يهديه، هاكا مرة يعطيه يعديني في شهير، مرة شهيرين، مرة ياخو عليه، كل مرة وكيفاش. خدمة على لا عندي لا وظيفة لا خدمة لا عندي معنى حتى شيء صح. نخدم خدمة نهار كان صورت عشية كليت ما صورتش، يعني نبدا قاعد نروح نقعد بتتساط هان ومصلي على النبي حيوانات، نعامل مخي معاها ذوما، وقسم بالله لا عندي حتى ربع ديفو اخر. يعمل جمعة نوي يا ولدي الجمعة احسب روحك تاكل خبز يابس معناها، معناها تاخذ خبزتين تقسمهم على نهارين ثلاثة، واللي معنى المظاهر ماهيش كل شيء معنى، واحد عايريه يمشي في الشارع يقول لك هذايا، واصحاب الخير معنا ما شاء الله وربي يطيح بينا ما خير منه ويعطينا ان شاء الله الصبر والقوة، واللي فيه الخير ربي ان شاء الله يقربه صاحبي. ويش تفرجوا مش نزيد نوريك من هناك فاش مسكن في الكوجينة والواحد. كيفاش تعيش حسين؟ نعيش والله نمشي نهبط الصباح نخدم، كان فما خدمة هذه خديت شق جاير ندبر شكل 10,000 15,000، نروح لهنا ما عندي وين نمشي حتى البلاصة، لا عندي مخ ما نعمل حتى شيء، ما عندي شيء في حياتي أقسم بالله لا عندي حتى شيء. وباللي يحب معنا بي اسهل سوسة كاملة اللي يعرفوني يعرفوا الاسم هذا يعرفوا، ما عندي حتى شيء، ما عنديش معنى حاجات خايبه ولا حاجات نعمل فيها مزيدين ولا ما نعيش لهنا. كان جيت معنا لاباس عليا وجيت معنا نخدم وعندي وظيفه، ما نلوش نسكن لهنا تدوخ، ما عنديش تواليت اصلا، نفز من الاربعه والمخزه باش نهبط القهوه باش نعمل تواليت. هيجا تفرج هيجا نوري صاحبي ما تصير نوريكم بيه. كي نمشي المرجل باش نقول لها، قلت لها راني كرني وفاء عملت هكا، نوريك الكرني زاد كيفاش عملت لي. قاعده في البيرو السلام مدام، قلت لها راهم بعثوني ليك، قالوا لي انت بنت حلال وواحد نسكن بلاد العربي، ويجي يشوف وظيفتي يجي يصور يجي يتفرج معنا الدنيا كل اما خير كاميرا ولا باش
من ها اخزر شو عملت لي؟ عملت لي كرني هاني حطت لي تابع ضايق قالت لي برا نوع عام اخر. معنى عباره شنو عام اخر؟ عباره اعطتني كان نشنا محكوم وانا برا نزيد عام ولا ساي. معنى فهمت انس ما انا فهمت شنو علاش اني ما طلعت مثلا بكرني ابيض ما نجمش ناخذ شهريه؟ علاش ابسط حاجه مثلا كرني لبي ابسط حاجه على الاقل مثلا نخلص بيه الكرا النجم كي خلص بيه الكرا انا النجم حتى مثلا ندبر ما ناكل 5000 والدينار والعشره النجم ندبرهم باش ناكلوا نقول يبدا على الاقل الكرا انا وخالص. علاش مولا الدار يجيني نقول له اخويا والله لا عندي كل مره كل مره ما انا وليت نلون حتى مولا الدار وليت نحشم منه مولا الدار وليت نحشم منه وراه وجهي ويجي ساعات بالشر ما يراش. فهمت؟ انت تعيش مع الاخطاء السوني في الدار؟ جاهبي تربي ربيته ما ذمك عبارة مونسيني اكثر من استغفر الله يا ربي شكش نقول معنا نجمش عظم مونسيني عبارة اني قاعداني ورئيس جمهورية قاعداني وزير قاعداني وعالم يبدو هما بحذاي ونطيب لهم هاك تفرج كيفاش تنوريك كيفاش نطيب لهم مكلتهم ومعنا واني نقعد للشر نورمال ناخو خبزة تفضل هاي هذه يعني بتقول البارح قشرت كعبة ليم خليت هذم كنقول لك كيفاش طلبتهم يا لم الله دبوست الماء نشربه على 3 ايام هاو صاحبي كيفاش ناخذ تصور زوز باقيت معنا من الغش شنو ناكل ثم مواطن معنا نجم ياكل اقل من شطر خبزة ويقعد الخبز دين مثلا يمشي هذاك يزيد نعملوا البكمة هذمك معنا ورقة الماء كنقول لك 300 واش ما نجمش نخلصها انا نتصورش انا شهر توعدك بين في رمضان حاجة نجم يجي يقصوا علي الماء هذه ابسط حاجه ما عندي استلاسيون كتفرج توك مشترا تو الدوخ اصلا هذا اخوك فاش يعيش ها بالحرام ما عنديش حتى باش نتعشى شنو ناكل هاكا كان تشوف الماكله تشوف الجو تشوف الدار تتفرج ما مخبي بي شيء معنا لا على العباد لا على ربي لا على اللي معايا اصلا يجوا اخوي يسوي اي حاجه نحب هذاك ونعيش نحب نعيش كي نحب نكن راسي في حوايج ما عيني بحد شيء لا عيني لب بيو صحيت نحب اني نبدا خويا مستور وقاعد ما عيني بشيء لا بشهريه لا بحاكم لا بدوله لا انا ما فهمتش وين مش نمشي نجم نحرق يعني ما نجمش نحرق يعني كان حاشي بالحرق راني حرقت مثلا من التسعينات ما قلت عرست وعندي زوج صغيرات تو المرجده تو حاجه تو الدنيا تو رئيس بلديه تو يعرفوك اعطيني رخصه تلص من 2017 صب تقريبا يجي 5 مطالب باش معنا قالوا لي اعمل منا تو نعطوك رخصه تو تشد المرشي في المرشي انا من 87 معنا مانيش صغير وصلت بعت كيلو الحوت ب 300 فرنك ب 500 4 كيلو سردينه ب 1000 اللي تو كيلو سردينه 8600 معنا فرق كبير برشا بعيد الدنيا 5 كيلو بطاطا ب 1000 يعني تروح هذا ابسط حاجه يعني كنت ب 10000 تروح بغرفه مزيانه معنا طيب نتاع 3 ايام 4 ايام تبدا مريقل معنا شبعان في كرشك مش عندنا في الماديات نحط مع الناس هما في كرشك تبدا شبعان ما خلي انت لا في شبعان لا في كرشك لا في جيبك قال الراجل معنا ما عندك حتى شيء وين وان شاء الله ربي هو اللي ينظر لنا ما ينظروش معنا ما يخزروش للعباد هذيا ما يخزروش ناسين الدنيا برشا عالم ناسين ومعنا سقيبوا العباد الكل هذاك ملياردير والناس الكل كي بعضها معناها ولا هذاك عنده كهرباء الناس الكل عندها كهرباء مو يقول لك يراك واقف بحذا يقول لك يخدم حويت ضيم ما انا حويت سي اسم عالي اسم مخذينه او حويت يصور في فلو فاش يصور به نرجع المواضيع صغيرة حويت صور في 30000 30000 كريب 200000 كل نهار ياخذ في 30000 من عند نقولوا عارف يعطيه في 30000 كي مدوا 30000 شنو مش يعمل بهم مش يروح بهم ديريكتك 30000 يحطهم في جيبه ولا يحطهم في الدار مش ياخذ خضره مش ياخذ فسر لي شنو مش يوصل ما يخلط للدار ساعات ما عندوش حتى دينار ساعات يزيد يقول لك بالله عارفه زدني 10000 وقصه غدوه معنا يزيد يبجل اعطيني تو واعطيني احيني تو وقتني غدوه هذه هي مواضيعنا معنا وانتم اخويا يرحم والديكم وصلوا لنا هالنداء ذا يا سي قيس سعيد قول له انظر لنا على الاقل انظر برشا عباد ديجا شوف ابعث تشوف قد تشوف العباد البلاد شنو اسمه برا معناها ولا الاربع كعبات مزينين من برا يعيطوا كهو صاي لا فما عباد تحت الصفر غادي من الصفر شنو تحته بشوي يعني الدرجه عباره في القطب الشمالي ولا فين درجات البروده ياسر معناها